اصبروا يا ابني على الحياة. أصابك وجع الرأس، وجع الرأس بده صبر، وجع رأسه بفز بتم بدور، دخلكن بده أمه، بده دخلكن. رأسي عم يجاني لك، طيب أمك شو بدها تعمل لك؟ محروق قلب عليك، لو بإيد الشفاء لتأخذ الوجع وتعطيه العافية، ما بيطلع بإيدها شيء. صبر، تحمل. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الصداع والمليلة، الصداع وجع الرأس، والمليلة ارتفاع درجة الحرارة يعني الحمى. إن الصداع والمليلة هدول إمتى بيصيروا بالإنسان؟ لما بيجي الأنفلونزا، الأنفلونزا صداع بالرأس وانتان بالفم وارتفاع درجة الحرارة. هي إذا صابوا قال: إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن، وإن ذنوبه مثل أحد، وإن ذنوبه مثل أحد، الجبل أحد يعني الجبل الصالحي يذنبه. قال: فما يدعانه وعليه من ذنوبه مثقال حبة من خردل. فما يدعانه وعليه من ذنوبه مثقال حبة من خردل. يا سلام، مثقال حبة، ما حبة، مثقال الحبة، ومحيت كل الخطايا بوجود الصداع والمليلة. عرفنا شو المليلة؟ يعني ارتفاع الحرارة، السخونة الزايدة، أو الأنفلونزا. فإذا صابك صداع أو صابتك الأنفلونزا فلا خطيئة ولا ذنب، فلا ولا مثقال حبة من خردل يبقى عليك من الذنوب. هذا إذا أصاب الصداع. معناتها والله الأجر موفي لك يا أبي، الأجر موفي، بس أنت صابر، صبور، الحمد لله. بتلاقي بتم بعن وبإن، وفي ناس مساكين عند المرض تكتر طلباتهم، بعن كتير، بيشغل أهل البيت، مرته وبنته وابنه كلهم بيردوا، ودبروني جيبوا الدكتور. لك طيب شو بدي نسوي لك؟ صبور، بيربط ايد المرأة بقيت تعرف تشتغل. من دكتور لدكتور، اجا اول دكتور ما طاب، يعني بده الدكتور يجيب له ينفخ عليه نفخة يطيبه، ما بيحسن الدكتور هيك، تجيبوا دكتور ثاني. مسكينة ما بتعرف تعرف تشتغل بالبيت. اصبر، الحمد لله، الحمد لله. وإذا أصابك وجع الرأس، لوجع الرأس أن الإنسان يضع يده على رأسه ويقرأ آخر سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو، لآخر السورة. فإذا قرأت آية القرآن على صداع رأسك يشفى بإذن الله وبكن الوجع. وإذا وجع الضرس، النبي قال يضع أصبعته على الضرس ثم يقرأ آخر ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. هيك النبي علمنا. أما عنين، لا مرتك عم بيطلع بإيدها مسكينة، ولا أبوك بيطلع بإيده، أبوه بيتحير وأمه بتتحير، هو بعنعن كتير. لا، بنخليكم دائما صابرين، الصبر هو مفتاح الفرج صلى الله عليه وسلم. وورد
كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، سواء كان كسر، جرح، دملي، فسفوسي، هذا كله شو اسمه؟ بلاء. إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله تعالى، يعني للملك: اكتب له صالح عمله. شو كان يعمل من الأعمال الصالحة؟ اكتب له إياها. كان يحضر الدرس، اكتب له حضر الدرس. كان يذكر، اكتب له زكاة. اكتب له صالح عمله، فإن شفاه غسله وطهره. إذا الله عافاه وفز، فز مغسل مطهر نظيف ما في شيء. وإن قبضه غفر له ورحمه. موفي. وإن قبضه غفر له ورحمه. الحمد لله. لك صايرين مثل المنشار، نتعافيت لحتاخذ اجرة، ونمتت لحتاخذ اجرة. عالطالعة ثواب وعالنازلة ثواب، وفضل الله واسع لنا كلياتنا. ايه بس اصبر، الله عامل لك الصادقين الصابرين. اصبر، فاذا صبرت اخذت هذا الاجر الذي لا يمكن لمخلوق ان يعطيك ما يعطيك الله تعالى. عطاء الله لا يماثله عطاء. اخر حديث حتى ما نطول عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المريض اذا برئ وصح. كان مريض بالفرشه وفز، هذا شو المثال تبعه؟ مثل المريض اذا برئ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. شلون تنزل من السماء نقطة المي؟ البردة شلون تنزل؟ معكرة ولا صافية؟ هيك خرجت من صفائك صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كلها أحاديث أحبابي صحيحة. ما أعطيكم أنا السند، هذا الحديث رواه الحكيم والبزار والديلمي وابن عساكر عن أنس، واللي قبله رواه الإمام أحمد، واللي قبله الإمام أحمد. فإذا مثل المريض إذا برئ، كان بالفرشة وفز، لحنا شو بنقول له؟ الحمد لله على العافية. الحمد لله على العافية. إذا مرض قال إن مسأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها، يعني فزيت مطهر منظف ما في عليك ولا وتك، ذنوبك كلها محية. يا سلام، الحمد لله. بدها شكر ولا ما بدها شكر؟ فبتصبروا، بتصبروا على البلاء. إذا كان جبنا سيرة الصابرين، الصابرين كتير صبروا في الحياة. بدنا أنتوا هلأ سمعتوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهلأ على قد حبك للنبي بتصبر بقى. إذا أصابك مصيبة، بلاء، النكبة، فقد، الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها.